برعاية أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيون الحياة. ومعانا النهاردة دكتورة نجلاء وأستاذة فاطمة، وهنتابع معاهم بقية الحلقة اللي احنا عملناها الأسبوع اللي فات، وإن شاء الله الحلقة تبقى ممتعة وتعجبكم. ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية. مساء الخير يا دكتوره. مساء الخير يا استاذه. مساء الخير نجلاء. مساء الخير يا محمود. الحمد لله. اخباركم ايه؟ تمام؟ كله تمام الحمد لله. احكوا لنا بقى يعني المركز افتتاحه. الف مبروك اولا. الف مبروك. انتوا ايه رايكم الاول في الديزاين؟ حاجه مشرفه بصراحه، ربنا يبارك لكم ان شاء الله. هو الحمد لله ان احنا افتتحنا يوم الجمعه اللي مش اللي فاتت اللي قبلها. وطبعا زي ما احنا متفقين قبل كده انه في كل الاجهزه اجهزه حديثه يعني 2020 2021 على اعلى مستوى، وبالنسبه للدكاتره بتوعنا هم دكاتره كلهم متخصصين اخصائيين يعني اخصائيين في كل واحد في المجال بتاعه. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. ودكتور يا استاذه فاطمه الف مبروك الافتتاح وموفق ان شاء الله. الله يبارك فيك. عملته بقى، كنت عامله مفاجاه ساعه اثناء الافتتاح، وقلت هتعلني عن اسماء الفايزين في المركز. ممكن لو حضرتك عايزه. فعلا يوم الافتتاح احنا اوريدي عملنا مسابقه قبل الافتتاح باسبوع، ويوم الافتتاح عملنا لايف فيديو وخلينا في اصغر شخص في المكان، بنوته كده 6 سنين، هي اللي سحبت اسماء الفائزين. فهم كانوا 7 بنات فازوا معانا ب5 جلسات بلازما و2 ميزوثيرابي. وبالفعل اسماء يعني اتنادى على اسمائهم في اللايف فيديو وجم خدوا الخدمه. ممكن بقى تقول لنا ايه الخدمه اللي هم خدوها؟ في ناس خدت اللي هي الميزوثيرابي والبلازما، وفي ناس بتخاف من الحقن فقالت طب يعني انا بخاف من الحقن تبدل بقى، فبدلناها لهم بهايدروفيشيال. هو تنظيف بشره. تنظيف بشره. طب قول لنا الاسامي. الاسامي فازت معانا راشا سعد، دينا عوض، سوسو مدحت. سوسو مدحت. سوسو مدحت. نور هان، سارة، دكتور سالي، وحد تاني. طب حضرتك بقى يعني كان في فيديو ليهم صح؟ متواجد معانا هو في معايا فيديو بتاعت سوسو مدحت، هي اوريدي جت وهي حابه تتصور. تمام. احنا دايما مش بن يعني مش بتخصمهم اللي هم يتصوروا غير لو هو حابب. بس فهو متواجد معانا الفيديو. طب لو الفيديو ده متواجد يا رجاله نعرضه؟ ماشي. ماشي بيجهزوه. ماشي. قول لنا دكتوره بقى يعني كان في مرضى عند حضرتك جم
في حد بقى جه للاسنان؟ اه طبعا احنا لما كنا عاملين عروض عرض كويس قوي بالنسبه للتبييض، فجالنا حد، وحتى برضو احنا بقى يعني عاملين الصوره قبل وبعد، ودي تعتبر اول سيشن. هو المفروض ان تبييض الاسنان بيبقى في جلستين، كل جلسه بتبقى ساعه. دي اول سيشن، حصل طبعا تغيير حلو جدا ما بين اللون اللي كانت على اساسه المريض يعني، واللون الجديد. فلسه بقى لسه السكند سيشن الثانيه، اللي هي الجلسه الثانيه، الجلسه الثانيه هتبقى احلى واحلى يعني. فلو يعرضوا الصوره بتاعت لا هيعرضوها، هم بس بيجهزوا الفيديوهات والصور، وان شاء الله يعرضوها ان شاء الله. قولي بقى استاذه فاطمه، انت في بدايه المركز وكده، واول ما فتحتيه يعني احساسك ايه؟ لا بعد الافتتاح يعني او في تضارب طبعا في الاحاسيس، بس الحمد لله يعني اتجاه المسؤوليه طبعا، واحساس الحمد لله ان الواحد بيعمل حاجه وبتكبر قدامه، او يعني ان انت من اول ما مسكت المكان وكان لسه مش متوضب ووضبته، ان انت تفتحه ده كان بالنسبه لك ستريس رهيب. الحلم بقى الحلم اللي انت كنت بتحلمي بيه لما شفتيه قدامك كان ايه؟ شعورك خلاص بقى التعب راح، كله كل التعب راح. كل التعب راح. وبرده دكتوره نجله نفس الاحساس. نفس الكلام. ربنا يوفقكم ان شاء الله. ما فيش اطفال جم بقى عملوا تقويم حاجات زي كده؟ لا، في طفل برضو جه يعمل شغل في اسنانه، والولد بصراحه نام على الكرسي يعني نام، المفروض هو يبقى جاي خايف في راحه نفسيه يا دكتوره. بالظبط كده، لكن هو نام راح في النوم يعني والله. الحمد لله. الحمد لله. وده بدايه التقويم بقى دكتوره، مرحله ايه مع الاطفال بالنسبه للاطفال يعني؟ التقويم بيبقى في بيبتدي من سن اللي هو السن الصغير قوي. تمام. ده للاطفال اللي هم المفروض اللي زي اللي بيحط صباعه في بقه، فاحنا بنحط له زي جهاز كده بحيث انه يوقف العاده دي اللي هي حطتان الصباع في البق، لان طبعا لما بيحط صباعه في بقه بيأثر على العظم الفك وبيعمل بروز في الاسنان الاماميه. فبنضطر ان احنا نحط له جهاز بحيث انه يوقف العاده ديت. دي حاجه. الحاجه الثانيه في اللي هو التقويم الثاني بيبقى على سن 12 سنه، لما الاسنان بتبقى متكعبله على بعضها، ما في يعني بتبقى الفك صغير والاسنان كبيره، فبالتالي ما فيش مساحه كافيه للاسنان انها تبقى موجوده. تمام. مرصوصه مظبوطه. فبنعمل ايه؟ بنضطر ان احنا نعمل التقويم اللي هو اللي بسلك اللي بيشد ده، بس ده بيتعملش قبل 11 او 12 سنه، لما الطفل يبدل اسنانه كلها، علشان ما ينفعش احنا نركب التقويم على اسنان لبنيه، عشان اسنان لبنيه بتبقى ضعيفه وما بتستحملش الشد، ولكن بتبقى على الاسنان اللي هي الدائمه اللي هو تكتمل خالص 11 12 سنه. بالنسبه للتقويم بيبقى يعني احسن للاطفال، بيجي بنتيجه ايجابيه على طول ولا للكبار؟ انا بحس ان الكبار بيجي طبعا بنتيجه اضعف من الصغيرين. بالظبط، لان بالظبط العظم في الاطفال الصغيرين بيبقى لسه طري بيتشكل. فبنقدر ان احنا الامور بتمشي بسرعه يعني. بتاخد مجراها بسرعه، غير لما يبقى حد عدى سن مثلا 22 23 فما فوق بياخد وقت بقى، بياخد وقت اطول من الطفل طبعا، لانه طبعا عظمه بيبقى خلاص جمد. بس بيبان يا دكتوره يعني التقويم بيبان في الكبار اكتر من الصغيرين، بيبان فيهم اكتر من الكبار حضرتك. بالظبط، لانه ده سرعه ان العظم بيستجيب والاسنان بتستجيب. ده بياخد مده قد ايه وده بياخد مده قد ايه؟ الاطفال يعني مثلا من مش ما بيعتبرش طفل يعني 12 سنه ده ما بيعتبرش طفل، بس انا اقصد السن الصغير من 6 شهور لسنه. لكن الكبار من سنه ونص لسنتين. وطبعا ده بيبقى على حسب انه المريض ملتزم بالجلسات بتاعته لما يجي العياده. تمام. يعني التقويم يا دكتوره لو هو الطفل مثلا حب اللي هو متضايق منه او شاله ورجع ركبه تاني، بيبقى اصعب من المره الاولانيه ولا بيبقى عادي؟ يعني ايه يشيل ويركبه تاني؟ يعني مثلا طفل مش مستحمله فقعد فتره وشالوه
وبعد كده جه تاني بعدها بشهر بشهرين بثلاثة رجع تاني يركب التقويم. ده بيبقى في حد ذاته لا، ما هو ده السنان بيأثر. بترجع تاني يعني، بعد ما هو مثلا السنان اتعدلت ولو بنسبة بسيطة، لو هو شال التقويم السنان بترجع تتكربس تاني. فبتعد من الاول وجديد. على بيبقى في فكرة، ضرر بقى. التقويم مش بيوجع ولا يعني ما فيهوش وجع، لا ما في فيهوش اطفال ممكن مشكلة، ما تستحملوش، ده حاجة جديدة ما يستجبش ليه. ده بالعكس، ده الاطفال دلوقتي بيغيروا من بعضهم ويبقوا وعشان الوان، احنا كنا بالظبط اتكلمنا عليه، اتكلمنا بقى في الوان المرة اللي وكده. فاتت بالظبط بيغيروا، ان هو بتلاقي اسنانه مرصوصه وهو لا، وعاوز يركب تقويم زي صاحبه او زي صاحبتها او زي كده، اللي هو هي مش يعني هو لفت نظره. يعني عاوز يعني يقلد، انا عاوز اركب بريسز بالنسبه تبقى حاجه بقى للتقليد بالنسبه له. وكده. يا استاذه فاطمه تقول لنا حاجه، انا عايز اعرف في فرق ايه بين مركز حضرتك وحضراتكم يعني والمراكز التانيه، يعني ايه الفرق؟ الفرق ان احنا المميزات يعني. ان احنا اكيد كل يعني انا الاستاف دلوقتي بتاعنا دكاترة اخصائيين جلدية وتجميل، اخصائيين مراكز واسنان كتير واسنان كده كمان برضو تنفي الاسنان. واسنان طبعا، اماكن كتيرة جدا واسمائها كبيرة جدا، بيشغلوا تكنيشن تمام. يقول لك العميل ما طلبش دكتور، لا احنا عندنا ما عندناش غير الدكاترة. ده رقم واحد. رقم اتنين ان احنا الاجهزة بتاعتنا كلها جديدة وجايبين احدث الاجهزة على مستوى العالم، دي تاني حاجة. تالت حاجة ان احنا عاملين قسم للرجال. تمام، ده حاجة ممتازة. طب مفيش ولا والاسعار؟ راجل فاز في ال، لا ما ما كلها هما سالي الرجالة ما وطول كانوش مش عارف ايه ما دخلوش في انا سمعت اللي انت قلتي محمود بيتهيألي فاز بحاجة استاذ محمود معينة. فاز معانا. انا فزت. طب ربنا يخليك. طب هل بقى الاسعار في متناول الجميع يعني؟ احنا الاسعار عندنا برأي الناس اللي بتروح اماكن كتير والدكاترة حتى قال لك الاسعار كويسة جدا، وخصوصا ان احنا مميزين في حتت مش موجوده في اماكن تانية زي الاجهزه الجديده. طبعا طول ما الاجهزه جديده دي بتخلي الافكت والريزلت عند العميل كويسه. يعني انا بدل ما اعمل الليزر اقعد فيه فتره كبيره قوي، لا انا ممكن اقعد 8 شهور بس مش اكتر. ليه؟ علشان الاجهزه جديده، دي اول حاجه. تاني حاجه اللي بيشتغل دكتور فاهم ان بيختلف بشرتي عن بشره حضرتك عن بشره استاذ محمود. في ناس كتير يعني ده اللي احنا شفناه الاسبوع بتاع الاوبننج، تيجي تقول لك انا عايزه اعمل حاجه في وشي بس انا مش عارف، يعني انا مش عارفه اعمل تقشير بارد، مش عارفه اعمل تقشير كربوني. فبنقول لها انت طيب قلت لي التقشير الكربوني بيبان، بيبان نتيجته وقتي. بتظهر على طول، بتبان وقتي صح؟ وخصوصا لما بتقعدي يوم او اتنين تلاقي كل اللي حواليك بقى يلاحظوا ان انت في وشك نضاره منور بقى، في نضاره وفي نضاره. تمام. مثلا التقشير البارد لا، بنقعد مثلا اسبوع على ما بنبدا تتشال طبقات الجلد اللي هي اللي مش الميتة كويسه او الميته ديت، وتطلع بقى اللي هي درجه بشرتك الاساسيه. فكل الناس تيجي تقول لك ايه انا عايزه اعمل حاجه بس في انا انجاز مش سريع عارفه يعني. ايه في بالظبط هوت لاين كده استاذه هي فاطمه؟ الناس. نعم. في هوت لاين للمركز؟ لا عندنا الارقام بتاعتنا الارقام العاديه. عايز الناس بس تتواصل معانا، واحنا كنا محتاجين بس في صور معانا لو انتوا جهزتوا بالصور. طب يلا ممكن نعرضها بعد اذنكم. مش اتفضلي يا حضرتك دكتوره. او شوف او الاثنين شوفي هنا. هنا او هنا، شوفي هنا. تلاني على البلازما. ماشي. طب حضرتك بقى تشرحوا لنا دكتوره ممكن نجلة. بقى يا دكتوره نجلة ده دلوقتي في عرضه بمناسبه الافتتاح على الزراعه، زرعه مع الطربوش 5000 جنيه. تمام. ده عرض. ده عرض. ده عرض ايه؟ معلش تاني. طب عرض ارجع زراعة. بالصوره تانية كلاني، ارجع معلش تاني لو ارجع سمحت. تاني بالصوره كلاني. ده عرض ايوه ده زراعه. ايه ده؟ ايه حضرتك؟ ده عرض الزراعه، الزرعه، زراعات الاسنان مع الطربوش ب 5000 جنيه. تمام. ده طبعا بمناسبه الافتتاح يعني. تمام. ده بياخد وقت قد ايه في الزرعه نفسها؟ الوقت الزراعه نفسه ما بياخدش 10 دقائق والله. وطبعا بدون قلم، وبيبقى بالبنج اللي هو البنج الموضعي اللي هو الحقن اللي بتتاخد للخلع. تمام. تبقى في العياده يعني. نشوف اللي بعدها يا كلامي. ده الفيلر. يعني ممكن هي بقى دكتوره سالي هتتكلم عنه. تمام. ده برضو عرض. احنا بقى عاملين عرض بقى الايه الاثنين مع بعض، يعني عرض الصحاب. طب ينفعنا اجي انا واي حد؟ ده عرض الفيلر. اللي بعده كلين.
نفس الحكاية برضو، ده عرض عرض الصحاب، المخطوبين، الأزواج، يعني احنا يعني دايما أي بنعمل عرض بنعمل يعني اتنين مع بعض. اتنين مع بعض. هو تنظيف تنظيف البشرة زي ما البشرة احنا اتفقنا عبارة مش عن مقتصر على بقى عند الستات دي بقى بس. ولا في دكتور دي بقى بقى ده التبييض، بعد دي حالة من حالات التبييض اللي عملناها. المفروض زي ما قلت حضرتك، هو المفروض التبييض بيبقى جلستين، دي او من اول جلسة الفرق معقول ده. يا دكتورة دي من اول جلسة؟ ولسه بقى الجلسة التانية يعني. طب الجلسة التانية هتبقى طب عاملة، هتبقى احلى. انا شايفة ان دي جلسة يعني احنا عاملين عليها كفين. عرض 2500 مع ازالة الجير، مع ازاله الجير. وبرده عاملين عرض الصحاب او الاثنين مع بعض، بدل ما يبقوا الاثنين خمسه، لا الاثنين يبقوا 4000. الاثنين 4000؟ بس ولو انا عشان خاطرنا والمساعدين. بس انا شايفه يا دكتوره اللي يعني هي المينا صفرة هنا صح؟ المينا صفرة هنا. هنا صفرة صح؟ هنا. بعدين هنا السيشن، الجلسه اللي هتبقى جايه بقى ان شاء الله هتوصل للون الجليدي، بيسموه اللون الجليدي. التلجي. التلجي بالظبط كده. الناس كلها بتحبه، عاوزين يعملوا فينيرز وعاملين زي الممثلين والحاجات دي. اللي هو الابيض جامد ده. بالظبط كده. بالظبط كده. نشوف الفيديو بتاع سوسو. ما اعرفش سوسو موجود. هو اسمها سوسو الصغنونه دي؟ لا هي اسمها سهر، استاذه سهر اللي سحبت. موجود معانا؟ موجود معانا. طب الفيديو لو معانا كلمني بعد اذنك نشوف. ماشي تمام. طب حضرتك يا دكتوره دلوقتي بالنسبه للتبييض، ودي دي مشكله على فكره عند الرجاله وبرده ال انت قلت اللي هي ما بتاثرش على ال لا طبقه اليمين ابدا، ما بتاثرش ابدا. على طبقه في ناس كتيره بتسال السؤال ده فعلا. لا هي ما بتاثرش على طبقه اليمين خالص. هو ده عباره عن جل كده وبيقعد تحت النور، النور هو اللي بينشط الجل دوت، والجل هو بيشيل التصبغات بتاعه الاسنان بس. طبعا لازم يبقى ما فيش تدخين، ما فيش اكل، اي حاجات سودة لمدة اسبوع. اسبوع. شوكولاته، يعني كولا، مفيش الحاجات دي خالص. مفيش اكل ممنوع. لا لا كل الاكل ينفع بس الحاجات السوداء لا. حاجات سوداء زي البيبسي والكولا والشوكولاته والنسكافيه والقهوه، الحاجات دي كلها الحاجات السوداء اللي تعمل تصبغات. بالظبط كده. اللي تعمل تصبغات. اول اسبوع. بس النتيجه النتيجه ظاهره. لا مش تستاهل. لا النتيجه تستاهل بصراحه. النتيجه تستاهل. الواحد ان انا فزت صح؟ يقرص على نفسه. أيوة. فتره ان انا فزت. ايوه عشان اجهز. طب الفيديو جاهز ولا لسه؟ طيب قبل الفيديو ما يجهز كنت برضه هسال حضرتك على حاجه. بالنسبه للاطفال اللي اسنانهم بتقع وما بتطلعش تاني، بيكونوا عدوا السن بتاع البلوغ اللي هي سنتهم تطلع من التسوس اتكسرت، تمام، دي بيتعمل فيها ايه؟ يعني الضروس الاسنان الدائمه ما بتطلعش؟ ما خلاص بقى مش هتطلع تاني. لا مش فاهمه السؤال. يعني بيبقى بلغ السن بتاعه اللي السن. لا بنعمل بقى اشعه بانوراما ونشوف ايه السبب، ونشوف التاريخ المرضي بتاعه هو ايه. يعني ممكن تزرع يا دكتوره لو هي كده بتزرع السنان دي؟ بس عند 18 سنه عشان يكون نمو الفك كله اكتمل. اكتمل والعظم. ما ينفعش الزراعه بالنسبه للاطفال. لا ما ينفعش. 18 سنه نبدا ممكن احنا نزرع مكان الضرس اللي ما طلعش له بديل دائم. طب وبالنسبه للاطفال اللي انت حضرتك كنت بتقولي اللي هم اثناء الرضاعه سنانهم بتتاكل وبتسوس وبتسوس وبتقع، تمام، دي بتطلع تاني بتطلع كويسه دائمه بقى؟ دائمه تكوينها ملوش علاقه بال. لا في امهات بيروحوا يخلعوهم، يخلعوا الاسنان اللبنيه. اللبنيه. اوكي، هتيجي الاسنان الدائمه في وقتها الطبيعي اللي هو الوقت الطبيعي بتاعها، هي تكوينها ما بلوش علاقه بالاسنان اللبنيه. فالتكوين بتاعها هيكون كويس. يعني هم يسيبوها هي تتخلع لوحدها؟ ما تروحش للدكتور عشان تخلعها عشان هي تطلع؟ بس معلش، هو في بعض الاطفال لما السنان بتبقى مسوسه ومكسره بتعمل خراريج، بتعمل خراج، بتعمل بقر كده، بتعمل بقره وخراج. فالخراج ده ممكن ياثر على فكريات كمان. بالظبط، ياثر على الاسنان الدائمه اللي هي اللي تحتها، اللي هي اللي بعد اللي لسه هتطلع. فدي لازم الامهات طبعا يروحوا يكشفوا عند الدكتور، واللي بيحتاج علاج جذور يتعمل علاج جذور ويتعمل له طربوش. علشان حتى الطفل لو اتخلعت الاسنان الاماميه
ما هو هيروح في وقت من الاوقات هيروح المدرسه ومحتاج الكلام طالع من الاربع اسنان الاماميه، من الاربع اسنان زائد طبعا انه صحابه بيتنمروا عليه، ايه ده ما عندكش اسنان مش عارف ايه، فبنضطر ان احنا نركب له طرابيش علشان يعرف يتعامل لحد ما يبدل السن بتاعته الطبيعي. طب فاطمه بقى تقول لي حاجه، اتفضل. يعني انا محتاج منك دلوقتي، وده سؤال خطر على بالي، انا ما كنتش عارفه اقول لك ايه بصراحه. عاوزك بقى تحضري لي عروض بمناسبه الحلقه والافتتاح، بس تحضريهم، بس هيبقى بعد الفاصل، فاصل نتواصل ان شاء الله. هذا البرنامج برعايه ورجعنا لحضراتكم من جديد. استاذه فاطمه بقى تقول لنا العروض، فكرت فيها الاول ولا لا؟ مفكرتش. احنا عاملين عروض على الهيريموفل، عاملين عروض بالبالسز، ال 10000 بالس ب 6500، يعني البالس ب 65 قرش. عاملين على ال 5000 بالس، 5000 بالس البالسه ب 75 قرش. عاملين على 3000 بالس ب 85 قرش. تمام. العروض دي بتستمر معانا لفتره 3 شهور و 6 شهور عشان لو حد هياخد باكج، لو عروسه، لو عروسه لو حد بيعمل فول بادي هتاخد جلسات كتير، فهي اوريدي الجسم بياخد عدد جلسات او نبضات كتيره، فده اوفر يعني. تمام. وبالنسبه للفول بادي عاملين له اوفر برده 2500 فول بادي. تمام. ده بالنسبه للهيرموفل. في عندنا عروض تانية على الفيلر، 2500 نزلناه ل 2250 للاثنين الصحاب. تنظيف البشره ب 500 وده خصم 50%. عندنا الليزر الكربوني برده 500. التقشير البارد 700. تمام. يعني عاملين عروض على كل تقريبا الخدمات. انت عارفه الميزه بقى في المركز ده ايه يا دكتور يا استاذه فاطمه؟ اللي هو النتيجه بتطلع بتبان وقتي، مش بتاخد وقت. وده يعني اللي هيخرج لا معلش، ده اللي خلاني اسال ايه الفرق بين المركز جويل والمراكز التانية؟ يعني في محمود لما تدخل اي مركز تاني بتفضل تتردد عليه وتروح مره واتنين تلاته ما بتشوفش النتيجه، انما كونك اللي انت بتخرج وانت شايف نتيجه قدامك دي في حد ذاتها شيء جميل. علشان انا ببقى عايزه اعمل حاجه من باب التغيير، بس انا ما ببقاش عارفه ايه المناسب ليا. يعني انا باجي اقول انا عايزه اعمل كذا، مسمى جديد طلع زي الليزر الكربوني، بس هل انا دكتور وعارفه ده مناسب لبشرتي ولا لا؟ بالظبط. في اماكن كتير انت عايزه ايه، عايزه ليزر كربوني ادفعي هتشتغلي ليزر كربوني. انما انا بقول لهم لا، يعني انت عايزه توصلي لايه؟ لا انا عايزه اعمل حاجه جديده، عايزه اغير، اشوف عندي حبوب في بشرتي، في عندي مشكله معينه. فاقول لها طيب خلاص انت اقعدي مع الدكتور اشرحي لها انت عايزه توصلي لايه، وهي بناء على التشخيص بتاعها تقول لك المفروض تمشي ازاي، ايه المناسب لبشرتك. لان في حاجات كتيره ممكن تبقى كويسه لحضرتك مش كويسه ليا. ما في اي مركز تاني انت بتدخلي على طول بتقول لهم انا عايزه تنظيف بشره، عايزه، بس هم هيعملوه اوريدي. ده اللي انا بقابله الفتره دي في الاتصالات، اللي هو لا انا ايه اللي يخليني ادخل لدكتور؟ لا انا عارفه انا عايزه اعمل ديرما رول، انا عايزه اعمل ديرما حساسيه بشرتها حساسيه. بالظبط. طب انا محتاج من حضرتك حاجه دلوقتي للساده المشاهدين، اتفضل تقول لنا عرض كده ليهم دلوقتي خلال عرض على ايه بالظبط؟ خلال البرنامج على احنا عندنا للمشاهدين بقى للمشاهدين بتوعنا خلال البرنامج هنعمل ديسكاونت 15% على الخدمات كلها. على الخدمات كلها طب ده شيء جميل جدا، كتر خيرك. وكفايه اللي هم يعني لما هيروحوا هيحسوا بتغيير. يعني انت بتدخلي اي مركز تاني تقعدي تقولي حتى لصاحبتك هو باين
هو كويس، هو كده، هو حلو، هو حلو. هو انا شكلي اتغير علشان مش شايفه حاجه، علشان احنا دايما بنتعود على شكلنا. يعني انت لو في عندك حبايه وتعيشتي معاها تعودي على شكلك. لما تيجي تشيل الحبايه، مجرد ما هتشيليها في اول لحظه هتقولي الله اتشالت، بعد كده هتتعايشي مع الشكل فهتنسي الشكل القديم. فدايما ده اللي بيحصل مع العملاء، عشان كده دايما بنصور البيفور والافتر. لاني بعد يوم واتنين هتقولي لا انا ما عملتش حاجه. لا بصي الفيديو جاهز، البيفور والافتر بتلاقي في نتيجه. لا بصراحه تلاني. يعني انا شايفه للمركز. طب ممكن ننزل على نقعد الفيديو؟ اتفضل. طب نشوف الفيديو بعد اذنك. اتفضل. ماشي، احنا هنطلع فاصل بي. انا بشكرك دكتوره، بشكرك يا استاذه فاطمه، وان شاء الله في تقدم ان شاء الله للمركز. ان شاء الله. اشكركم. بشكركم. هذا البرنامج برعايه برنامج برعايه